يعني طبقة سياسية يروح يكتب الدستور، نعم، ويجلس في كتابة الدستور، نعم، ويستفتي على الدستور ويوقع على الدستور، نعم، وورا كم سنة يجي قال لك يا با الدستور هذا ملغم، نعم، يا با آمنا بالله، نعم، يروح يسوي اتفاقية إطارية ويسوي يوم السيادة وانتصرنا بإخراج الأمريكان ولهناك، وقال لك يا با هاي طلعت مو اتفاقية، هاي طلعت احتلال. ما أعرف هل هذه القوى السياسية قوى بلا ذاكرة، قوى بلا وعي، قوى بلا هوية، قوى بلا انتماء، لو هم يعتقدون انه احنا اغبياء الى هذا الحد حتى نستطيع ان نصدق مهاترات من هذا النوع. لا استاذ نجم، السياسة واضحة ولا يحتاج يعني للتفصيل في قضية تغيير كلام السياسيين. من السياسيين حقيقة سابقا وليس في هذه اللحظة وايام دخول داعش ومعركة أخذت من العراقيين من الدماء الزكية كثيرة، من قال أن اليوم الأمريكان هم أعداؤنا والأمريكان متعاونين في دخول داعش والخطة مرسومة، إلا بعد بيانات وملفات بينت حقيقة ومن الإدارة الأمريكية هنالك أكو ارتباط وأكو توافق بالفكر بتخريب العراق وتدمير هذا البلد. أما تغيير السياسيين فالسياسيين لهم مصالحهم الخاصة، ما قدموا السياسيين للعراقيين كما أشار ضيفك الكريم السيد فاضل وقال اليوم السياسيين من 2003 إلى هذه اللحظة لن يقدموا أي شيء للشارع العراقي إلا الخراب حقيقة، هم مختلفون. أما هذه المحطة الأخيرة فهو الاختلاف الشيعي الآن الذي جعل من الأزمة وجعل من المجال بصراحة، خلنا نتكلم بصراحة، من جعل اليوم ضرب الحقيقة الأمريكان، ولا إن كان المظاهرات اليوم الموجودة هذه السلمية بتغيير نظام فاسد، نظام حقيقة من كله فاسد، وليس فقط اليوم المنظومة العسكرية هي فاسدة، كل الأنظمة الموجودة في الوزارات هي فاسدة حقيقة وتعمل على مصالحها الخاصة، وهذا بالبرهان والدليل للشارع العراقي حتى أصبحت الثقة مفقودة اليوم بين المواطن العراقي والحكومة، وهذا ما جعل اليوم العراق حقيقة فاقد لسيادته.